وإنما هي فكرة ديال تقريبا هذه مدة هذه كانت الفكرة كتروج، ولكن نظرا للانشغال ديالي في مجال آخر ما خلاتنيش باش نخرج هذه الفكرة. ودابا الحمد لله الأصدقاء اللي كنت كنعرفهم قدام قلنا لي ما لا، كاين عدة فرق، قلنا لي ما لا تكون معنا احنا امرأة ميسرة قائدة فرقة وتكون هي الأولى في المغرب وعلى ما أظن على الصعيد الوطن العربي. وكما كتشوفوا شوفوا الاخبار اللي كاين اليوم، هذا اللي كيدل على ان الناس متعطشين ديك الاغاني الجميله القديمه. كادي فكره عندنا حنا هذه 30 سنه، انا كنهضر معك هذه الفكره عندي 30 سنه. لا عاودتها لك، نعاود القصه. كنا في حفل وما لقيناش المغني جا معطل، ناض واحد من الجمهور غنى وغنى مع الجمهور. اذا الفكره ماشي ولا الصدفه، هذه فكره قديمه قلت لك. وهو كما كتقولي الفنانه كلهم فنانه فنانة عطاو الكثير، وغادي لحظتي معنا راكي غادي تشوفي الفرقه كيفاش دايره. ودرنا خليط من حتى الشباب، كانت داز واحد السهره في رمضان وكانت ممتازه وكان اقبال كثير، والتفاعل هو كيبان لك قدام عينك. المسرح راه ممتلئ، احنا باقي ما بديناش، يمكن غنديروا ابواب مغلقه. احنا ان شاء الله مقبلين على جوله داخل المغرب وخارج المغرب مع مقارب ان شاء الله. Thank you.